السلام عليكم شباب، شباكم معكم علي. اليوم راح نلعب ماب القاتل الشرير. باختصار انه اكو قاتل شرير وماكر بده يقتلني، احنا لازم نخيل وقت 59 ثانية عمود نقدر نهرب. لو ثلاثة تطلع صوت دين دين دين، لان انا قريب من شخص راح يموت. ايش تلقوني؟ أرجوك مواني، ما صوت لك شيء، ما صوت لك شيء يا وخر عني. تنى اثنيننا كله من وراي. تعال قرب، ما اريد اموت. ما اريد القمر. باي قاتل. اوه هنا بوابة الخروج. تمام، كل اخذ فلوس يعني. بعدين اريد افتح طبيب الطاعون، تركوا طبيب الطاعون بهذا الماب. بس لابس لك قبعة سوداء. اكو 10,000 واحد ميت هنا. هذو يمهم القاتل اللي عليهم كتابة يمهم القاتل. قاتل بعد من يمهم. يا والله هذا هو يا جماعة، والله خايف. اعطاني هذا الفلس. عمي هرب. انا حاليا وش صار بيدي؟ حتى كارثة بيدي الثانية. انا احبك بالخسنة. يلا باي، روحي. لا الحقي بشوي مبيني. يلا ما حد لي لاحظ. لحظة، ثلاثة بلس بالقيام. اه لا اكو بعد، انا ملكلك. حد بوابة الخروج. يس، من اول كم فلوس. حلوة هاي، هو عندي حقيبة خير وحشة. وما تشتغل حزينة. بس ليش وخر من هذا؟ نوبة قتلت اثنين. الله خلص صلحها. طبعا انا مختار جيف ذا كيلر لان هو شخصيته اقرب واحد يطلعون. باقي الشخصيات هاي النازلة، الشخصيات النازلة قبل لا يخلص الوقت خلاهم ياهم. تلاحظوا كل شخصيات الرعب، حتى ابو راس الطفير، حتى سلندر مان، وبعض الشخصيات اللي ما تعرفونها. هذين شخصيتين الجديدات نزلت، هذا الأكبر وفزعت الهالوين. وبعد طيب الطاعون مو كلش جديد. أما هذا الذيب، هذا الذيب لا عليكم الله مو أني. أوه الحمد لله، مستحيل أني. لحظة عبالي أنا نفس سكينتي ونفس الشخصية، بس مو نفس المستوى، مو نفس الوقفة. ماتي فعرفت إنه ها لا الذئب هيك يوقف صح. ترى الدنيا الشريرة أكو دنيا شريرة، إذا ما انتبهتم صغيرة هي كاسة تشيني. الله طيني. ترى عادي، أما أنا أخذ الفلوس تبين عندهم أنا ما ماخذها، فهم يقدرون يأخذونها بعدين. لا فوق يطرس بين القاتل وتماما بالنص. إذا طلعت أغنية دين دين، يا أنا قريب من القاتل يا أنا قريب من عنده، بس هو فوق. ويبدأ صوت يعلي أكثر وأكثر لما أتقرب منه أكثر وأكثر. وين القاتل أصلا؟ مهم، أنا ما علي بي، راح أجمع فلوس. شكلي علي بي. وين الشخص اللي مات عمود أعرف والقريب مني؟ وعلي هاي الكتابة يعني القاتل ده قريب. القاتل يمي، ما يدري ما راح يموت. بعد القاتل شوي. وين الشخص الثاني القتلي؟ اي شيء. يلا باي باي. هاي هلا، ما طاني فلوس لين عايشتي. ظل يمي عليك الله، ما اريد اموت. لا قصدي اضل. والله شكرا، والله شكرا. يلا باي.
أو يلا هناخذ الفلوس مجانية عادي، أفوز أخسر المهم أخذ الفلوس، ومو المهم بس أريد أن أخذ الفلوس. حقيبي كسان يلقى الحقيبي، بس يراد لي أدور على مكان يم بوابة الخروج، هاي مدرسة مكسرة مكسرة من عول جدهي. قاتل شبين كمبر يمهم، ما يدري ما راح يموتون. بوابة الخروج هنا، راح ظل مكمبر هنا. بخري أنا كمبر هنا مو أنتي. دقيقتين توي جت بنية وراحت، يمكن يلقى لنا فلوس هنا، لأن بعد حفظ مكان بوابة الخروج ممكن يلقى لنا فلوس كم واحدة هنا أو كم حبة. أوش سلي أرجع دقيقة واحدة. قاتل من وبقاتل بس واحد، صاحي جون اثنين ورا، يعني ما راح يجون لان هو ظل مكبر يومهم. يقول ليش ما يموتون هسه، ما قاعد يموتون بس بطيء جدا جديدا. اشغلت فيديو لان بعد ما باقي شيء. هاي البلعة قاعد تجيب يمي، بس نفتح البوابة للخروج. خلنا نطلع فتحي جلات عنديني، يلا نفتح. سكينة سكينة تطلعك بالبداية هم يعني مستوى واحد، أتمنى إنه يكون كلش منور، تخيل يقتلنا كل إحنا ونفوز عددنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر واحد. تخيل جيبنا كل إحنا ومستوى واحد، مستحيل. أنا حجيب فلوس دعوة قليناك واحد خبيث طلع من الجيم. صرنا ثمانية، واضح من البداية قتلت واحد. إذا ظل مكبر يمي يعني هي أكبر نوبة، ولا ابتعدت عني ابتعدت قرر راح نقضي. لا تموت لا أقول غبية تركض وراي، حتى هكرية هكرية حرفية. لا قاعد الزحلط اي لا بس خل اخذ على قار ربع المشقق قبل موتي. يلا باي، السلام عليكم. شوف عشرة آلاف فلوس يا بنكم، بعدين